بيت الثري الدمشقي سعيد آغا بن توفيق جبري، ومن ثم بيت الشيخ مصطفى الحبال الشهير بالمجلد لاحقا، ومن ثم بيت السيدة نورا شرباتي حاليا الجزء الثاني. أما المرحلة الرابعة للبناء فقد أشار المؤرخ والمعمار الدكتور ستيفن ويبر من معهد الآثار الألماني بدمشق أن المنطقة الشرقية من أرض الديار تمت في عام 1870، فيما أكدت الكاتبة بريجيت كينان في كتابها دمشق القديمة وكنوزها الدفينة أن المنطقة الشرقية من أرض الديار تمت في عام 1877. أيما كان، إن أسلوب التزيين في بيت سعيد آغا جبري يمكن أن يطلق عليه أسلوب الدمشقي الحديث وبامتياز، وخاصة أعمال الدهان الدمشقي العجمي على الأسقف والزخارف الخشبية المضافة على الجدران، فقد ابتكر هذا الأسلوب في منتصف القرن التاسع عشر. وتبدو أسقف هذه البيوت بكسوتها الخشبية والجدارية مغطاة بأفخم وأجمل فنون الزخارف الدمشقية، علاوة عن إطارات النوافذ الخشبية الحشوات يعني، فكانت تطلى باللون الأزرق الفاتح والغامق. يتخللها أبيات من الشعر باللغة العربية ومنسوخة من أطياف الجدران الملاصقة للسقف ومتاخمة بمنتهى الأناقة والروعة. وأرى من خلال دراستي أن هذه القاعة التي جمعت خلاصة الفن الدمشقي بالزخارف الشامية، فقد جمعت بين الزخارف القاعة الخضراء وقاعة العنب في بيت علي آغا غزني كاتبي معا في قاعة واحدة هنا في بيت سعيد آغا جبري بن توفيق جبري. طبعا كان سعيد جبري يعمل في مصلحة نظام الالتزام، أي مصلحة جباية الضرائب السنوية عن عيالة الشام، ويبدو أنه قد جمع لنفسه ثروة طائلة الدرسان، وكان قد وعد زوجته بأن يرصف لها أرض الديار، أرض القاعة تبعه، ببلاط من الذهب. وعندما شرع بوضع الليرات الذهبية على أرضية القاعة منعه عمه والد زوجته فضيلة الشيخ حسن الحلبي جد الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله، وكذلك فضيلة الشيخ ياسين الكسم جد مفتي الشام عطاء العطلة الكسم في عام 1918 طبعا، والشيوخ عبد الغني الغنيمي الميداني والشيخ عبد الحكيم الأفغاني والشيخ محمد الطنطاوي شيوخ وعلماء الشام. وقال له كما قال فضيلة الشيخ سعيد الحلبي لحاكم بر الشام إبراهيم باشا بن محمد علي في تلك الفترة: إن الذي يمد رجله لا يمد يده. واشكر نعمة الله ونعمة الغنى والمال بالتصدق والإنفاق في أوجه الخير وليس كما هوت نفسك، وأنبه على ذلك فعدل عن فكرته. طبعا في منتصف القرن التاسع عشر، أي في منذ عام 1835، ظهرت طفرة ملء الفراغات والكتبيات بتصاوير ورسومات جدارية جصية فيها مناظر البيوت والجسور وكذلك البحار، كما هي تصاوير مدينة اسطنبول التي ومجاورها، وقد زينت بطنف مذهب ولكنه أقل زركشة من تاج الكتبية التي طغى عليها أسلوب نحت العنب المذهب. طبعا فوق بالطابق الثاني من الجناح الغربي للباحة السماوية يوجد غرفة صغيرة، وقد وجد على جدرانها الأربعة مكتبيات ذات ثلاثة أو أربعة رفوف، رسمت على خلفياتها مناظر طبيعية متنوعة ومختلفة الأشكال والتكوين، وهي جميعها متشابهة من حيث الأسلوب والموضوع بألوان زاهية. هذه اللوحات خضعت لترميم ناجح جدا يتماشى مع الأعمال الجدارية. وعلى طرفي الكتبية عمودين من الخشب المجوف ومطعم بالصدف الغالي العالي الجودة ليشكل شريطا تزيينيا في غاية الروعة والجمال.
طبعا هذه الجماليات لفنون الزخارف الدمشقية في بيت جبري. وقد أحضرت السيدة نورة الشرباتي بعد شراء البيت متخصصة فرنسية من متحف اللوفر للإشراف على عمليات الترميم، وكذلك على ترميم هذه اللوحات التزيينية الجدارية والتي يقدر عمرها حوالي 300 سنة. شاهدوا هنا جماليات زخارف الجدارية في بيت سعيد أغا توفيق جبري، بيت مجلد نورة الشرباتي، واستخدام اللون الأزرق المريح للناظر إليه. هيا وتبدو هنا العوارض الخشبية في بيت سعيد أغا جبري والمزينة بالرسوم البديعة، وقد عثر عليها تحت سقف من قماش القنب، وأضيفت في فترة لاحقة لبيت المجلد. عندما أحضرت السيدة نورة الشرباتي بعد شراء البيت في عام 1997، أحضرت مختصة فرنسية من متحف اللوفر للإشراف الكامل على عمليات الترميم، وبذلت بالحقيقة جهودا كبيرة في ترميمه، هذا لا يخفى عليه. كانت أسقف قاعات الاستقبال تزين بالزخارف أكثر من الجدران المكسوة بالخشب المزين أيضا. وقد جرت العادة في البيوت الدمشقية على أن تصنع السقوف من عوارض من خشب الحور وتدعم بشرائح خشبية رفيعة، وكانت كأنها تزين بالرسوم وبمنتهى البراعة، لدرجة تبدو فيها من بعد وكأنها مطرزات شرقية وليست مجرد أرواح من الخشب. هيك بتذكر كان في بيت جدي أنا، اتسطح هيك وطلع عليهم شي بياخد العالي يا أخي، شي حلو. وهذه غرفة الصالية القديمة التي أعاد بناءها سعيد أغا جبري وزينها بسلسلة من الأعمدة الرخامية ومتوجة بأقواس مزخرفة بأسلوب دمشقي واضح وصريح، والمصممة على طراز فنون العمارة في القرن 19. طبعا يبدو هنا سقف الصالية بعد ترميمها وهو مؤلف من القماش، وكان فيه شق كبير واستغرق وقتا طويلا في ترميمه وإعادة رسومات السقف كما كانت عليه بالماضي، وتحت إشراف المهندس البارع ياسر الجابي والمرممة المهندسة مايا الزين. لم يحتوي البيت الدمشقي على ما هو معروف حاليا بغرفة الطعام أو غرفة الجلوس وغيرها من التقسيمات الحديثة، فكل غرفة بما فيها القاعة يمكن إعدادها على الفور لتؤدي أي وظيفة مطلوبة، فوجبات الطعام يمكن تقديمها على أطباق كبيرة صواني، تحمل الصواني ثم تنقل داخلا وخارجا بعد الانتهاء من تناول الطعام إفطارا كان أم غداء أو عشاء. وفي الليل يمكن إخراج تجهيزات النوم من فرشات وشراشف وبطانيات ووسائد، والتي تكون محفوظة عادة في الخزائن الجدارية اسمه اليوك، فيتحول المكان على الفور إلى غرفة للنوم. وقد يحتوي البيت الدمشقي الكبير على مجلسين فيه تزورين للجلوس أو القاعة، القاعة الرئيسية على جانبي العتبة المركزية. طبعا في حالات نادرة كبيت السباعي وبيت جبري هناك ثلاث مجالس، اثنان منهما على جانبي العتبة والثالث المؤخرة. وفي معظم البيوت الدمشقية نجد بأن الصالية مبنية فوق قبو تحفظ فيه المؤن، وفي هذه الحالة يكون باب مدخل الصالية مرتفعا قليلا عن الأرض ويمكن الوصول إليه بدرجة أو درجتين. وغرفة الصالية هذه المذهلة زينت بسلسلة من الأقواس الرخامية بأسلوب دمشقي واضح وصريح والمصممة على فنون طراز العمارة الدمشقية في القرن 19. وجدير بالذكر أن البيت مسجل رسميا بقرار تسجيل فردي بدمشق القديمة، وحاز البيت على جائزة التراث لمنظمة المدن العربية ومعترفا به في لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. والصالية هي كلمة فرنسية مأخوذة من كلمة سالو سالي
وتعني القاعة الكبيرة، وهي عبارة عن قاعة واسعة كبيرة الحجم مزدانة بالزخارف البديعة. طبعا سقفها مرتفع يحوي على لوحات ذات رسومات جذابة ومبهجة ومطعمة بالرخام، وبجدرانها نوافذ كبيرة لتأمين الإنارة، ومبنية فوق القبو أبو بيت المونة لحفظ المونة. بيرتفع بناء الصالة عادة على مستوى الأرض الديار بدرجتين، بيت جدي كان فيه 3 درجات حسب ارتفاع بناء الصالة، وحسب ارتفاع كمان علو القبو، لأن القبو بيكون بارد ومرتفع عن الأرض مشان يحبس البرودة، وتطل عادة على أرض الديار، وهي بالحقيقة معربة، بيقولوا عنها معربة عن كلمة الصالون الصالية. نأتي إلى هنا قاعة الاستقبال الرئيسية بقصر سعيد آغا جبري. قاعة الاستقبال هي هذه عثمانية ذات الأسلوب الدمشقي بلمسات الباروك العثماني، والذي يتميز بالزخارف المفرطة وكأنها من عالم الخيال. هذه الصورة والتعليق الذي ذكرته الآن، قاعة استقبال عثمانية موجودة عليها حماية فكرية، لم أستطع تبديل كلماتها حفاظا على الحماية الفكرية، فوضعتها كما هي لأن أصحابها يتابعون ما يتم نشره، علاوة على حرصي على حمايتها الفكرية ليس إلا. فهذه القاعة هي ليست قاعة عثمانية، بل هي قاعة دمشقية. وقد عثر أحد عمال الترميم على رسوم جدارية مختلفة كليا تحت الصور الجدارية الزيتية الحالية المرسومة في القرن 20، كما اكتشف المعماريون في بيت العقاد وبيت المجلد، وتحت الزخارف الزيتية توجد لوحات يعود تاريخ صنعها إلى أواخر القرن 18. وعثروا على لوحات جصية جدارية موغلة في القدم، وأظنها تعود إلى مطلع القرن 18. هذه هي القاعة الرئيسية في القصر، ونشاهد العتبة المزينة بالحجر والمزخرفة، وتظهر بشكل جلي مع المجلس التزر المزدان بسخاء وبالرسومات والتهذيب في جميع جوانبه. هذه الرسومات والتهذيب الواضحة بسخاء في جميع أنحاء القاعة مع نهاية القرن 19، لم تقتصر تلك النزعة إلى تبديل أسلوب الرسم في التزيين الداخلي، بل وإنما طال أيضا تصميم المنازل ذاتها، حيث أصبح المجلس أو التزر في قاعة الاستقبال موازي تماما لباقي أجزاء القاعة كلها على الطراز الأوروبي، وليست كما هي ظاهرة هنا بالقاعة الرئيسية. وتبدو العتبة المزينة بالحجر المزخرف تظهر متباينة مع المجلس التزر المزدان بسخاء وبالرسوم وبالتذهيب. هذا هو أرض الديار وليوان بيت جبري. تعود ملكية البيت الأول إلى الثري الدمشقي الحاج سعيد آغا بن توفيق جبري، وهذه الواجهة المرخمة في صدر ليوان بيت جبري، والقريبة جدا من الباروك، ولكنه بلمسات إسلامية دمشقية تحديدا. وجاءت عمارة البيت بأحلى حلولها، وصارت يومئذ من أجمل البيوت الدمشقية الإسلامية، أي تابعة لصاحبها مسلم، والتي شيدت بتلك الفترة بعد إعادة ترميمه، ويتميز بالخصائص المعمارية والزخرفية البديعة. نأتي هنا إلى ملاك بيت جبري. أقول هنا بعد تغلغلي وبحثي لتاريخ بناء البيت أن الحاج سعيد آغا جبري ووالده الحاج توفيق جبري قاما بإعادة البناء وترميمه في الفترة الممتدة ما بين عام 1836 لعام 1877 بمنتصف القرن 19، وبقي الوضع على ما هو عليه لغاية عام 1936. يتوارثه الأبناء عن الآباء. ثم اشترى البيت السيد الحاج سامي بيك جبري من إخوته توفيق وعبد الغني،
وشقيقاتهم البنات بعد وفاة والدهم سعيد آغا جبري. تم بيع البيت في أربعينات القرن العشرين إلى فضيلة الشيخ مصطفى الحبال الشهير بالمجلد، صاحب محل المجلد لبيع الأقمشة في سوق الحرير طبعا كان بدمشق، بمبلغ ذهبات كانوا موضوعين عند الحاج سامي بيك جبري، لكونه كان يعمل معه كما ورد عن السيد رياض العش والسيد عمار جبري. ثم باع الورثة ورثة الشيخ مصطفى الحبال الشهير بالمجلد البيت في منتصف تسعينات القرن العشرين للسيدة نورة الشرباتي السورية الجنسية، وهي زوجة السيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط. طبعا هي ابنة الوزير المرحوم أحمد الشرباتي حين شغل منصب وزير المعارف السورية في عام 1943، ثم شغل منصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس شكري القوتلي في عام 1948. والقصر بحسب معلوماتي ولغاية 2011 هو مسجل عقاريا في مصلحة الطابو الدائرة العقارية السورية وفي دائرة المالية السورية باسم السيدة نورة الشرباتي جنبلاط ذات الجنسية العربية السورية. وذكرت الكاتبة والمؤرخة البريطانية بريجيت كينان بكتابها دمشق القديمة وكنوزها الدفينة: هناك بصيص ضوء في نهاية النفق. ففي تسعينات القرن العشرين جرى افتتاح عدد من الفنادق الفخمة ومطاعم في البيوت العربية الدمشقية القديمة، معظمها في المنطقة الشرقية للمدينة، عندما أعلن عن افتتاح أول مطعم من هذا النوع هو بيت يوسف آغا بن جبري بالقيمرية، بيت جبري للمعروف. وبصراحة بيت جبري سحر الناس في دمشق، ومن هذه الفكرة التي حققت نجاحا باهرا جدا. أما بصيص الضوء الآخر فبدأ يظهر إلى حيز الوجود في تسعينات القرن العشرين، حينما بدأ عدد من الأشخاص ممن يتمتعون بالجرأة بنقل اهتماماتهم إلى دمشق القديمة وافتتاح عدد من الفنادق الفخمة. وكذلك نذكر هنا الشيخة حصة الصباح من الكويت التي أمضت فترة حرب الخليج ببقائها في دمشق، رغبت في التعبير عن شكرها لهذه المدينة وأرادت أن تفعل شيئا يساعد المدينة القديمة على البقاء، فاشترت فيها 3 منازل وأخضعتها جميعها للترميم. كما قامت السيدة نورة الشرباتي جنبلاط زوجة زعيم الدروز في لبنان وهي من أصل دمشقي بشراء بيت المجلد كما أسلفنا، والذي يعد من أروع البيوت في مدينة دمشق. ولكن هناك فرع آخر من ما زال يملك من بيت جبري، هو منزل آخر جميل يختلف عن بيت جبري المجلد بشكل كبير، ويستطيع العرب شراء العقارات في سوريا، أما الأجانب فإنهم يحتاجون إلى ترخيص خاص. إذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفاً.